منتخب مصر هيعمل زي الأرجنتين وهياخد البطولة في الآخر، ومحمد صلاح هيرفع الكاس وهيحقق كمان الكرة الذهبية بعد ما ياخد البطولة مع المنتخب. عرافة سودانية بتكشف مصير منتخب مصر بعد التعادل قدام موزمبيق، مش هتصدق اللي قالته على المنتخب. تعالوا نشوف الحكاية. منتخب مصر تعادل امبارح قدام موزمبيق وخسر أول نقطتين في دور المجموعات في مشوار المنافسة على بطولة كأس الأمم الأفريقية، وحصد اللقب الثامن في تاريخنا. عشان تطلع الجماهير وتهاجم كل لاعيبة المنتخب بعد الأداء غير المتوقع اللي ظهروا بيه قدام موزمبيق، وكان رأي الجماهير إن دي أكتر مباراة سهلة للمنتخب في المجموعة، وكان لازم نكسب سكور كبير، خصوصاً بعد ما قدرنا نسجل هدف لمصطفى محمد في الدقيقة الثانية من المباراة، وقدر الأناكوندا يسجل هدف رائع على طريقته الخاصة واللي دايما مميز بيها. لكن تأتي رياح بما لا تشتهي السفن، ويسجل منتخب موزمبيق هدف التعادل في الدقيقة 53 بعد سرحان من دفاع منتخبنا، وبعدها بعد 5 دقايق بس ينجح منتخب موزمبيق في انه يزور شباك الشناوي من تاني ويسجل الهدف التاني ليهم في الدقيقة 58 علشان تتصعب الامور اكتر واكتر على منتخب مصر، لحد ما جت الدقيقة 92 من عمر المباراة وقدر مصطفى محمد يحصل على ركلة جزاء بعد تدخل عنيف من احد مدافعي موزمبيق، وسجل صلاح هدف التعادل لمنتخبنا الوطني في الدقائق الأخيرة من ركلة جزاء حصلنا بيها على أول نقطة لينا في مشوار البطولة. عرافة سودانية بتكشف مفاجأة كبيرة عن مصير منتخب مصر بعد التعثر قدام موزمبيق، وقالت إن طريق منتخب مصر هياخد نفس طريق منتخب الأرجنتين في كأس العالم الأخير، وهيقدر منتخبنا في النهاية يحقق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة في تاريخه. ده مش بس كده، لا ده كمان محمد صلاح قائد المنتخب هو اللي هيرفع الكأس في النهائي، وهيقدر ياخد بعدها لقب أفضل لاعب في العالم ويحصل على الكرة الذهبية اللي مش قادر الملك المصري يحققها لحد دلوقتي. العرافة قالت إن منتخب مصر هيعدي من دور المجموعات بكل صعوبة زي البطولة اللي فاتت بالظبط، لكن هيقدر بعدها يتحول ويفوز على كل المنتخبات اللي هتقع في طريقه سواء كوديفوار أو الكاميرون أو المغرب أو حتى السنغال، اللي قدرت تخسرنا السنة اللي فاتت بضربات الجزاء وحصد ساديو ماني البطولة من صلاح. وقالت العرافة إن منتخب مصر هيقدم بطولة عالمية وإن التعثر قدام موزمبيق هيديهم دافع قوي عشان ياخدوا البطولة ويرجعوا أمجاد جيل حسن شحاتة من تاني، خصوصا إن الجيل ده وصل لاتنين نهائي قبل كده وما قدرش يحققه، وخسر قدام الكاميرون في نهائي 2017 وبعدها خسر قدام السنغال في نهائي النسخة اللي فاتت من البطولة، لكن المرة دي التالتة هتبقى ثابتة وهيقدر منتخب مصر يحقق البطولة أخيرا رغم الصعوبات الكتير اللي هيقابلها سواء في دور المجموعات أو كمان بعد ما يعدي من دور الـ16، وإن كل منتخبات أفريقيا هتبقى عاملة ألف حساب لمنتخب مصر، لكن في النهاية الفراعنة هيحققوا البطولة وهيعملوا مفاجأة كبيرة رغم البداية السيئة اللي بدأوا بها.